احمد ما اسوي لقاء ولا. لا انت لا تسوي لقاء، ما اريدك تسوي لقاء، بس انا اريد اسالك على موضوع اليوم. المدربين الشباب بصوره عامه يحتاجون هاي الرساله، انه في ظل الضغوطات لابد انه المدرب يتحمل حتى ممكن يثبت جدارته ويثبت امكانيته التدريبيه من خلال الاستمراريه. انا واحد من الناس قلت ما من المعقول انه يحكم على مدرب من مباراه واحده، هذا اللي اقوله. واحنا ما عدنا حكم بالعراق، احنا نعيش بالعراق، والعراق كل شيء متوقع. يوم انت مدرب تعمل هنا وبكره تعمل هناك، جمهور وردات فعلا حقه، بس لازم الجمهور حقه 100% بس حقه، بس باسلوب اخر. باسلوب اخر يعني احنا شغلنا تحت الضغط، يعني احنا كمدربين شغلنا تحت الضغط، ولازم عندنا القدره على التحمل. زائدا اليوم احنا مدربين محترفين نشتغل بهذا المكان، غدا بغير مكان، وضع طبيعي جدا. انت اجيت القوة الجوية مو من فراغ، انت اجيت مدرب لأحد الأندية، يعني مو من فراغ. يعني نتمنى انه نكون على قدر المسؤولية الصعبة. الفوز اليوم ممكن اسهم او بشكل اقل على مسألة الاستقرار مستقبلا لو راح تقدم. انا بالنسبة لي اشوف، انا موظف لدى دارة القوة الجوية، قرار اقالتي بيدهم وقرار استمراري بيدهم، فهم المسؤولين عن هذا الموضوع. انا مدرب عامل، عندي عقد مع النادي، وهم اللي يحكمون اذا يريدون استمر اذا يريدون يقيم. حتى على حد معلوماتي بانه كان القائد من اشد ال بالحكي، ما راح اجرك بالحكي وخلص وانتهى الموضوع. تريد هاي لجرني. يلا شكرا. كابتن ان شاء الله احنا نتمنى لك المستقبل والاستقرار، بس على حد معلوماتي انه مودع اللاعبين بالمنزحه. لا ليش مودع اللاعبين؟ ماكو توديع اللاعبين. أنا رجل منهزامي.